الأزمنة في بالجملة كاينة 17 درهم والسقرة عيال الكرواز هي ديك العيالة ديال الدرويش دابا دايرة 14 درهم في السوق 14 أونص دابا ما كنجناش حنا نهار دخل رمضان وشتي الخضرة شحال دايرة بطاطا ومطيشة والبصلة والله العظيم إلا إنسان الدرويش راه يمشي يموت ولا يمشي يقش راسه ولا شي حاجة الدراويش أصاحبي بالنسبة للناس في غادي يعيشوا فين بالنسبة للدجاج دابا ما كاينش والو 14 13 درهم باش كنا كنجيبوا الكروازية دابا دايرة 14 درهم في السوق جملة ولا اللهم انا ضامن كره اخويا ما كاينش البيع والشراء والسوق غالي ما كاينش اللي قلت ليه الثمن كيقول لك اللهم هذا النقر ويزيد في حالاته لا في الدجاج كنقول ليه 19 درهم و19 درهم وما خارجينش فيه والله ما خارجين فيه عا بالنسبه ما بيناش نسدو وصافي والله العظيم الا المراه مسكينه الا جات عندي البارح الا بدات تبكي قالت لك راه وجات عندي الصباح قسما بالله قالت لي شفت لي شي واحد صغير ملي شفت لها واحد صغير قلت لها 35 درهم دابا بدات تبكي قالت لك انا كي غندير كي غندير قالت لك عندي الدراري كي غادي ندير الشراء كلشي غالي السوق غالي كلشي غالي راه نعطيك انا البونات بالكاشي ديالهم كلشي راه كلشي غالي يا خويا بطاطا دابا غاليه مطيشه غاليه البصله غاليه اللهم انا ضامن كرو صافي الوزير قال لي ما الشيء رخيص راه يهبط هو الراس ويدخل للسوق ويدخل الاحياء الشعبيه ويشوف الناس كيفاش كتعيش ويسر العالم القراوي والله العظيم العالم القراوي الناس ما كيفطروش دابا وما كيفطروا غير بالحريره شتي بعد الناس في العالم القراوي الا مساكن ما كياكلوش دابا لا مرقه لا دجاج لا والو راه ما شاء الله وتشوف داك الشيء راه تبكي يا خويا هذا الشيء اللي كنقول الله يعمر الله تعالى يفرج من حاله ونطلب الله تبارك وتعالى ينقص هذا الغلاء والله ينصر سيدنا